سلام بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون عبارة على الوصفة اللي دائما انا كنديرها لشعري، اللي هي السبب في طول ديال الشعر ديالي. معايا وشوفوني كيفاش غادي نستعملوا على الشعر ديالي والروتين كامل ديال الشعر من الاول حتى الاخر. هنايا جيت نصاوب الماسك ديال البصلة. الماسك ديال البصلة معروف، البصلة شنو كدير؟ هي انها اول حاجة كتحيد القشرة، كتطول الشعر، كتعطي واحد اللمعان للشعر، كتقويه يعني من الجذور ديالو. النتيجه ديالها صراحه كتبان من اول استعمال. الناس اللي عندهم مشكله في الحكه ديال الراس، حتى انا يعني عندي هذا المشكل، فامي كدير البصله كترتاح. من شنو الفكره؟ غادي ندير نخرج عصير البصله، فغادي ناخذ بصله غادي نقطعها. هنايا درت ليغا باش ما تعطينيش، باش ما تبقاش الريحه في يدي، ريحه البصله كتلصق. وغادي نحك. غادي ناخذ صفايه و غادي نحاول انني نبرك عليها هكا، ماشي نديرو على شعري لتحت ديال الشعر. يمكن اننا نزيدو معاه شويه ديال الزيت غير باش تخفف البصله. غادي ناخذ هذه باش تسهل لنا. غادي نستعمل بحال هذا، هذا البوني هكا ديال الشعر، وغادي نديرو هكا على شعري نص ساعه حتى ساعه المكانه، وغادي نغسلو. الناس اللي غادي يقول لك ان الريحه ديال البصله كتخلي في الشعر، بصح انها ريحه خايبه وكتخلي كتبقى في الشعر يعني تم بعد الغسيل، ولكن احسن حل باش ما تبقاش الريحه هو هذا الماسك ديال فاتيكا. هذا احسن ماسك انك تستعمله للشعر، ما كيخليش كاع الريحه سواء ديال البصله او الناس اللي كيديروا شي ماسك اخر او الثومه او اي حاجه. هذا احسن واحد، الثمن ديالو 25 درهم من كارفور. غادي نستعمل هذا من ايف غوشي. هذا اول مره غادي نستعمله، عاد غادي على حسب الناس اللي كيصاوبوا شعرهم سيشوار الحراره. غادي ناخذ منه، حتى هو ريحته زوينه. ومن بعد غادي ننشفو شويه، ما غاديش نصاوبو، ولكن غير غادي ننشفو باش ما يبقاش فازك. صافي نشفتو غير شويه باش ما يبقاش فازك. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كانت هذه هي الوصفه. كنتمنى ان الناس يجربوها، يعني النتيجه ديالها زوينه. في خلال الشهر غادي تحس ان الناس اللي شعرهم ما كيطوالش او اللي عندهم مشكل ديال القشره او الحكه ديال الراس غادي يلقاو الفرق. كان الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم. الى عجبكم لايك الفيديو، اشتراك في القناه، وتلاقوا فيديو اخر ان شاء الله.